السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يحفظك يا رب. والله حضرتك سيدنا، انتشر مؤخرا بعض الناس يقول على اليوتيوب يعني ان اخر هيتم بصوره النحل تقرا على الجنين في بطن امي يؤدي الى تثبيت الحمل. هذا كلام هذا تخريف، قول. هذا تخريف لا أساس له. هذا لا يجوز، صح فهمنا كده؟ لم يرد عليه أي دليل أبدا. الله يجزيك خير. الله يكرمك. انتشر للأسف وبدأ الناس تشيره. لا، كلهم الجهل، الجهل له يعني له أهله، والعياذ بالله. ربنا يحفظك يا سيدنا. شكرا الله وإياكم.